السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله بما أن العديد منكم بغى وصفات أو وجبات سريعة وسهلة للغداء أو العشاء، فغادي نقترح عليكم هذه الوصفة بالباذنجان أو الدنجال واللحم المفروم. كتجي لذيذة بزاف بزاف وطبعا سهلة وكتستحق التجربة. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير ديالها. اول شيء غادي نحتاجو الباذنجان، كميه اختياريه على حسب عدد افراد الاسره وعلى حسب حتى الحجم او لا القياس ديال المول ديالكم. انا استعملت جوج حبات ديال الباذنجان كبار واحد شويه اللي نقيتهم بديك الطريقه، يعني ما حيدتش القشره كامله، ممكن تخليو القشره الا بغيتو بطبيعه الحال، وكنقطعو شرائح رقيقة لأنني غادي نطيبو في الفران، فخاصو يكون رقيق باش ما ياخد ليكمش الوقت. بغيتو تقليو في الزيت فممكن غير هو كما كتعرفو الدنجان ملي كيتقلى بهذه الطريقة في الزيت هو يعني ما دايرلو لا طحين لا حتى حاجة، فكيشرب الزيت بزاف وكيجي مدم وتقيل. لذا من الأحسن نديروه في صفيحة ديال الفرن وندهنوه غير بشوية ديال الزيت وندخلوه، راه كيطيب وكيجي بحال مقلي تماما، وكيهنيكم حتى من القليب. درت فوق ورق طبخ ولا ما توفرش ممكن غير دهنوا اللاطا عادي وتوضعوا قطع ديال الدنجال كما لاحظتوا انا زدت كبرتهم لان عوج شويه السكين ولا الموس. وغادي ندهن اما بزيت مائده او زيت زيتون على حسب الرغبه من الجهتين، او الا دهنتو الصفيحه فلا مدهنوه غير من الفوق فقط. دخلوه الفران الا كان كيتشعل من الفوق ومن التحت درجه متوسطه وخليوه يتقلى على خاطرو او يتحمر على خاطرو حتى كتحسوا به طاب. كان عندكم فران ما كيشعل غير من جهه وحده طيبوه من واحد الجهه وعاودوا طيبوه من الجهه الاخرى. ونرجعوا في هذه الاثناء نشوفوا الحشو. غادي نحتاجوا طبعا اول شيء نوضعوا كميه من زيت زيتون او زيت نباتيه في مقله، وغادي نضيفوا معاها بصل يكون مفروم. انا استعملت جوج حبات متوسطين ديال البصل مفروم رقيق، وغادي نوضعوه نخليوه كيتشحر حتى كدبل البصله وكطيب، ثم كنضيفوا ليها اللحم مفروم. انا تقريبا عندي واحد 200 غرام تقريبا في هذه الحدود، ممكن تنقصوا او تزيدوا على حسب الرغبه. هذه الحشوه ممكن تزيدوا لها خضار على حسب يعني المتوفر بحال الكورجيت او لا خيزو يكونوا محكوكين، ممكن تضيفوا حتى الفلفله مقطعه، يعني لكم الاختيار. انا اكتفيت بهذه المكونات فقط، يعني كل مره واش ممكن نزيد فيها، يعني من الوصفات المحببه عند عائلتي وكتجيني سهله وقلت نشاركها معكم، واكيد الطعم كيجي زوين بزاف ولذيذ. غادي نبقى كنحرك نخلط وفي نفس الوقت نضيفو التوابل. غادي نضيف ثوم مجفف تقريبا واحد المعلقه صغيره ما عمراش، وممكن الى ما عندناش نديرو فص او كبير او جوج في الاول مع البصل، غير هو الثوم المجفف كيجي احسن في المذاق الجميع حشوات لي بحال هكا. غادي نضيفو كذلك معلقه ما عمراش ديال كمون، ملح على حسب الذوق، تحميره واحد المعلقه صغيره عامره مزيان، وغادي نضيفو قليل من الفلفل الاسود تقريبا نصف ملعقه صغيره، وشويه ديال التوابل ديال اللحم ديال الكفته اعتذر. التوابل كتكون كناخذوها مع الطرطيقه تكون جاهزه، او كاينه في قريعات بحال هكاك ديال الجبانه، يعني ممكن انكم يعني تاخذوها وتديروها في قريعات وتسدوا عليهم تنفعوا بزاف، كيعطيو مذاقات كاضافات زوينه في المذاق ديال الاطباق ديالنا. ضفت القليل من الهريسه على حسب الذوق باش يعطينا واحد النسمه ديال الحروره حتى هي كتزيد بنا. غنخلط هذه المكونات كامله على ما طيب الكفته. وبالنسبه للتنسان فغادي ندير انا المعدنوس، ممكن ديروا قزبر ومعدنوس او ممكن تعوضوهم بالزعتر، الاعشاب المنسمه كتبقى اختياريه. وبالنسبه للتوابل عتادي ما ذكرتهاش، التوابل ديال الكفته اللي ما كانتش فماشي مشكل ممكن ما تستعملوهاش، او ممكن كتاخذوا الكفته من عند الجزار معطره داير لها التوابل ديالها الخاصه، هي يعني نفسها اللي كناخذها هي اللي كيستعمل الجزار. صافي
تنطفيو عليها ونخليو على جنب، وناخدو الدنجال اللي كيكون طاب كيما كتلاحظوا بحال لا كيجي مقلي، لقيه هو خفيف ما شاربش الزيوت ديال القلي. وغادي نعمر، او انا استعملت هنايا مول دائري خاص بالفران، ممكن تستعملوا اي مول غير يكون ديال الفرن. كنوضعوا كطبقه اولى قطع ديال الدنجال، انا هذه الكميه كتجيني هي هذيك مع المول ديالي، يعني جوج حبات بالضبط كونوا كبار شويه. كان عندكم مول كبير كتزيدوا. كنوضع الحشو كنحاول نقادو، ومن بعد كندير كطبقه اخيره او بعد الاخيره الدنجال اللي تبقى ليا، كنغطي به كامل هاد الحشو، وكنمشيو كنوجدو اما صلصه البشاميل او صلصه او كريمه الجبن فايتلي محضره معكم من قبل، كتجي لذيذه. انا كنفضلها بصراحه على البشاميل، وانتوما على حسب الذوق ديالكم. لا بغيتو حتى كريمه او حتى صلصه، فغادي ديروا غير الجبن مبشور من الفوق وتدخلوه يطيب عادي ماشي مشكل. غادي نحتاجو فيها البيضه واحده، هاد الكريمه اساسها الاجبان، يعني كتجي مبنه بالجبن، وكيف قلت لكم كتبقى اختياريه حتى الكميه. الا كبغيتو غير كميه قليله منها غديروا نصف المقادير اللي درت فقط. بيضه كنضيف معها جوج معالق ممسوحه ديال النشا او دقيق، من الاحسن نستعملوا النشا هو اللي غادي يعقد لينا هاد الكريمه، وما نعمروهمش بزاف، يعني ملاعق تكون ممسوحه. غادي نديرو جوج، وغادي نضيفو كذلك حليب، انا غنستعمل كاس ونص، او ممكن كيقول ديرو غير نصف المكونات. الا درتو واحد الكاس حتى الكاس الدار ديال الحليب، ديرو معلقه ممسوحه فقط من النشا مع بيضه، وطبعا كميه الجبن كتبقى اختياريه. كنحرك الكل، هادشي كله ان شاء الله غنكتبو لكم في خانه الوصف باش يسهل عليكم تلقاو المقادير. تستعملوا اما جبن الموتزاريلا او الجبن الاحمر او تخلطوهم، انا استعملت الجبن الاحمر، كيبقى على حسب الذوق. وطبعا غادي نسمو شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، انا غندير كميه، وفي الاخير غادي نزيد من الفوق شويه ديال الفرماج تقريبا واحد جوج معالق كبار، لان مازال غادي نديرو جبن مثلثات. غادي نضيف شويه ديال الفلفل الاسود او البزار، ونرد الكل على النار مع التحريك المستمر حتى كتبدا كتستغلي بحال كنطيبو اي كريمه باش تعقد لينا. متوقفوش على التحريك باش ما تلصقش اولا تشيط من التحت. وكنبدا كنضيف ثلاثة القطع او جوج، انا قلت لكم الكريمه ممكن ديروها الكميه ديال الاجبان اللي بغيتو، ماشي شرط تكون كثيره او لا اللي توفرت لكم. والفرماج كنضيفو حتى كيبدا تتغلي باش كيدوب بسهوله مع السخونيه. صافي ملي كيبدا كتغلي مزيان كتعقد، كنطفيو عليها مباشره، كنوضعوها فوق الدنجال. كنكونوش عندنا الفرن كيسخن، الا جاتكم هاد الكميه كثيره ممكن كنكرر انكم تنقصوا، يبقى على حسب الذوق ديالكم او ديروا اي كريمه. كنأكد عليكم ان الاذواق كتختلف وعلى حسب طبعا المتوفر. صافي غادي ندخلها الفران ونخليها تطيب على خاطرها حتى كتحمر ليا هاد الكريمه، كتشد راسها مزيان وكتقرمش من الفوق وكيكون اللون ديالها كيرجع بهاد الشكل ضروري. صافي كنقدموها وهي سخونه، كتجي لذيذه بزاف كما لاحظتوا، سهله في التحضير، واكيد اكيد الا جربتوها غتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للبنات اللي مبتدئات اللي ما مولفينش بحال هاد الاطباق، فحتى هي عادي كنقدموها يعني في اطباق فرديه كل واحد، وكتكل عادي بالخبز. يعني حنا كمغاربه كنبغيو ندوزو اغلبيه الاطباق بالخبز، فهذه ضروري منها الخبز، ما نقدروش ناكلوها بالفرشيطه كمغاربه كنأكد.
شكرا لكم بزاف على التشجيع وعلى الدعم ديالكم، والى اللقاء في فيديو وفي وصفة قادمة ان شاء الله. مع السلامة.